معكم سعيد مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا بكم معنا في نشرة الثامنة من الموريتانية. نبداها بالعناوين. انطلاق عمل لجنة التنسيق الخاصة ببرنامج دعم البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية. العاصمة نواكشوط تحتضن الانطلاقة الفعلية لسلسلة ورشات حول الخطة الخمسية لحظيرة حوض أرجين 2014-2015. جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب تحتفي بالعام الدراسي الجديد تزامنا مع ربط المركب الجامعي بالطرق المعبدة وخدمات الماء والكهرباء. مرحبا بكم، وإلى تفاصيل هذه النشرة. افتتحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة اليوم عمل لجنة التنسيق الخاصة ببرنامج دعم البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية، ويهدف هذا المشروع المغاربي إلى تعزيز الاندماج والتنسيق الفني بين الدول المغاربية. وضع منظومة فنية قادرة على الاستجابة لحاجيات البلدان المغاربية من الطاقة الشمسية عبر تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمكتب الألماني للعلوم الفيزيائية، استراتيجية وضعت قيد النقاش بافتتاح أعمال لجنة تنسيق برنامج دعم البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية. من التوجهات وأهداف هذا المشروع تدخل في صميم أولويات سياستنا الوطنية، حيث أصدرت بلادنا جملة من القوانين في مجال البنية التحتية للجودة، كما أدخلت بلادنا استثمارات معتبرة لتنويع مصادر الطاقة، حيث تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية تغطي اليوم حوالي 10% من احتياجات مدينة نواكشوط، كما تم إدخال الطاقة الشمسية في الإنارة وضخ المياه، وهو ما مكن من زيادة المعتبر للطاقة ذاتي المصدر الشمسي. سفير ألمانيا في بلادنا سعادة السيد جيرد دورتمان أكد أن الهدف من هذا المشروع الذي يتم تنسيقه فنيا بين الدول المغاربية هو التحسين من القدرات الفنية في مجال تقييم معدات الطاقة الشمسية الحرارية والمساعدة على تكوين جيل مغاربي مختص في هذا المجال. بدورها أبرزت مديرة ومنسقة المكتب الألماني للعلوم الفيزيائية والميترولوجيا السيدة ليا سينفرد أهمية الطاقة الشمسية والدور الذي يلعبه المكتب الألماني للعلوم الفيزيائية في البلدان المغاربية من أجل العمل على هذا المشروع حتى تتحقق الأهداف المنشودة. على مدى 4 أيام سيناقش المشاركون في الملتقى السبل الكفيلة للاستفادة من التقنية الشمسية الحرارية وتكوين كفاءات ذات خبرة في المجال. تواصل وزيرة البيطرة لليوم الثاني على التوالي زيارتها الاستطلاعية لولاية الحوض الغربي، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل في المصالح التابعة لقطاعها بالولاية والتعرف على المشاكل التي يواجهها المنامون. وفي هذا الإطار عقدت الوزيرة اجتماعا مع السلطات الإدارية بالحوض الغربي وتفقدت بعض المصالح التابعة لقطاعها في مدينة العيون عاصمة الولاية. تميزت زيارة الاطلاع التي أدتها أمس وزيرة البيطرة لولاية الحوض الغربي بعقد اجتماع ضم المنامين والسلطات الإدارية والبلدية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبون المحليون والمصالح الفنية التابعة لقطاع البيطرة. الاجتماع شكل مناسبة تحدثت فيها السيدة فاطمة بنت حبيب وزيرة البيطرة عن الهدف من هذه الزيارة. هذا القطاع ياسر أهله يتمناوا على أنه يعود عندهم وزارة خاصة بهم، وبكل مناسبة السلطات العليا اضطروا لإنشاء هذه الوزارة من أجل أنها تعود باتصال مباشر مع المعنيين بهذا القطاع لاستماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لهذا القطاع اللي هو كما نعرفه كاملين هام وعنده دور هام في الاقتصاد الوطني، لا من أجل إيجاد التشغيل للفئة مهمة وخاصة النساء والشباب، هي اللي هذا القطاع يشغل قدر من الشباب، وذاك بكل مناسبة يعود عنده دور هام في هذا مكافحة الفقر المسموم به.
وأكدت الوزيرة أن استحداث قطاع جديد يتطلب وقتا لترتيب استراتيجية عمل وفق السياسة العامة للحكومة. قضايا ياسرة والمشاكل ياسرة، يقال حلهم واللي ما هو لا يعود في وقت واحد. وانتم تعرفون هذه وزارة مش حديثة، معناها أنها عندها فترة من الوقت لإعادة ترتيب بناء داخل الوزارة من نفسها، وتعود تعرف شنو هي الإمكانية، أقل إمكانية تقدر تعطيها لأنها تبدأ في تنفيذ سياسة الوزارة اللي هي لا تلحد لخصها النهوض هذا القطاع. المنتخبون المحليون في مقاطعة العيون المركزية ذمنوا هذه الزيارة التي جسدت اهتمام السلطات العليا في البلد بتطوير الثروة الحيوانية، مع طرح بعض الاستشكالات المتعلقة بالصحة الحيوانية وتفعيل دور الصندوق القرضي الخاص بالمنمين. الاجتماع أتاح الفرصة لوزيرة البيطرة للاستماع إلى المطالب الأساسية لسكان الولاية والمتمثلة في تعزيز قدرات المصالح الفنية وتوفير الأدوية البيطرية وغير ذلك. وعلى مستوى المصالح التابعة لقطاعها، زارت وزيرة البيطرة صحبة السلطات الإدارية المندوبية الجهوية للقطاع، حيث تلقت شروحا مفصلة حول سير المندوبية والمشاكل المطروحة. واختتمت وزيرة البيطرة زيارتها لمدينة العيون بتفقدها لهيئات الصندوق قرض المنمين الذي يتخذ من العيون عاصمة الولاية مقرا له. هنا اطلعت الوزيرة على سير العمل في هذه المؤسسة المالية ووعدت بتفعيلها في أقرب الأجال. بدأت اليوم بمدينة بوزان الكورية الجنوبية اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات التي يتم خلالها انتخاب هيئات جديدة لهذا الاتحاد، وتترشح بلادنا لنيل منصب العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث اقترحت لشغله الدكتورة فاطمة تومت محمد السالك. ركزت بلادنا خلال السنوات الأخيرة على حضور الكوادر الوطنية في المنظمات الدولية والإقليمية بعد عقود من القطيعة وانعدام مشاركة القدرات الوطنية على المستوى الدولي. وقد مكنت هذه السياسة التي تمثل جزءا من مسار إصلاح شامل قاده رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز من تحقيق نتائج معتبرة تمثلت في الحضور القوي لبلادنا في المحافل العالمية وتواجد أطرها في العديد من الهيئات الدولية والقارية. واستمرارا لهذا التوجه، تتطلع بلادنا إلى نيل منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات الذي تجري عمليات تجديد هيئاته في الفترة ما بين 20 أكتوبر إلى 7 نوفمبر بمدينة بوزان بكوريا الجنوبية. وتواصل اللجنة الإعلامية المكلفة بملف ترشح الدكتورة فاطمة محمد السالك لنيل هذا المنصب عملها المتمثل بالاتصال بالدول الأعضاء والتعريف بمؤهلات وقدرات المرشحة التي تتمتع بتجربة رائدة في مجال الاتصالات والإعلام وتتنافس على منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات إلى جانب بلادنا دول بولندا، كندا، نيجيريا وبريطانيا. أطلقت الحظيرة الوطنية لحوض أرجينا اليوم سلسلة ورشات حول خطتها الخمسية 2014-2015، وسيتناول المشاركون في هذه الورشات جملة من المواضيع من بينها نظام الرقابة وتدابير المحافظة، التنمية المحلية، وتشجيع التربية البيئية. تقوم إدارة الحظيرة الوطنية لحوض أرجين بعملية إعداد خطة الاستصلاح والتسيير الثالثة والخاصة بالفترة 2015-2019 واعتمادها كاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة. ولأهمية الخطة، تم إشراك مختلف الفاعلين في منطقة حوض أرجين من مؤسسات عمومية وشركاء تقنيين وماليين وبلديات ومنظمات غير حكومية وساكنة محلية في نقاش وتدارس الخطة المذكورة. تتمكن هذه الوثيقة الاستراتيجية من استباق المخاطر الفعلية والمحتملة التي قد تحدث من حين لآخر خلال السنوات الخمس المقبلة. أيها السادة والسيدات، استجابة لهذه المطالب والحاجة العميقة لتحديد معالم رؤية بيئية تؤكد وتقر بالدور الأساسي للبيئة في أي مقاربة تنموية، ووعي من الدول الموريتانية بأهمية التشارك بين القطاعات المختلفة في سبيل الحفاظ على الموارد البيئية وخاصة المتجددة منها، ودعم التنمية المستديمة في بلادنا
حيث يعتبر هذا الاهتمام نابع من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي تعكف على تطبيقه حكومة معالي الوزير الأول يحيى الحدمن. افتتاح سلسلة ورشات الخطة الخمسية للحظيرة الوطنية لحوض أرجين تضمن كلمة لمدير الحظيرة أكد فيها الأهمية الحيوية لهذه المنطقة من البلاد. إن الحظيرة الوطنية لحوض أرجين بالإضافة إلى كونها تراثا عالميا ومنطقة رطبة وعضوا في الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة تقع بين عاصمتي البلد السياسية والاقتصادية ممتدة على ثلث الشاطئ الموريتاني تحتوي من الناحية البيئية على أهم أنواع التنوع البيولوجي مما يجعل منها أكثر المناطق أهمية بالنسبة للسياحة البيئية في المنطقة. يذكر أن سلسلة الورشات الخاصة بالخطة الوطنية لحظيرة أرجين 2015-2019 تستمر لغاية 23 أكتوبر، فيما تعقد الورشة الخاصة بالحكامة الإقليمية يوم 25 أكتوبر الجاري في مقاطعة الشام. احتفلت جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب صباح اليوم بانطلاق الدراسة بالمركب الجامعي الجديدة في كلية العلوم والتقنيات، وتميزت فعاليات الافتتاح بحضور الطلاب في الباصات الجامعية المخصصة لنقلهم وإقبالهم على التسجيل بحضور معتبر للأساتذة وبحضور معتبر للأساتذة والباحثين. هذا هو المبنى الجديد لكلية العلوم والتقنيات بعد أن اكتملت فيه كل الإجراءات الإدارية والترتيبات الفنية التي تضمن ولوج الطلاب إلى الأقسام في عامهم الدراسي الجديد. إجراءات التسجيل كانت جيدة تبارك الله، جينا هنا رانقينا قبيل وقبلنا كيتانس ومشينا قصنا باب تسجيل وسجلنا الحمد لله. شوف الإجراءات كانت جيدة، البداية الحمد لله مبشرة، بنايتها إن شاء الله زينة وفيها الموضة وما شاء الله إدارتهم واللي تعاملها مع تلاميذ زين، استقبلونا إن شاء الله استقبال زين إن شاء الله، ورأينا إن شاء الله الناقل في بليدات بساد إن شاء الله رأيناهم ورفدونا لهم ما شاء الله. لأن 20 أكتوبر هو اليوم المبرمج سلفا لبدء التسجيل قبل توجيه الطلاب حسب المستويات والتخصصات، حرصت رئاسة الجامعة على تنظيم هذا اللقاء الذي جمع في أحد المدرجات الأساتذة والمؤطرين مع الطلاب لبحث خصائص وميزات وفكرة تشييد هذا المركب الجامعي. رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب البروفيسور أحمد بوالحوبة أكد أمام الجميع جاهزية هذه المؤسسة لتقديم الدروس والمحاضرات حسب الجدول والنظام والمعايير المتبعة في مثيلاتها في دول المنطقة، وطمأن الطلاب أن الجامعة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير كافة المستلزمات الضرورية كنقل الطلاب مجانا من وإلى الجامعة والماء والكهرباء وخدمة الإنترنت وغيرها كثير مما يحتاجه الطالب ويستعين به في العادة في مشواره الأكاديمي. أما عميد كلية العلوم والتقنيات فقد تحدث بلغة الأرقام عن جاهزية الأقسام والمدرجات مطالبا الطلاب بضرورة المحافظة عليها. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في هذا المبنى الجديد لكلية العلوم والتقنيات المكون من 70 مختبرا مجهزا بأحدث التقنيات و 32 قاعة وسبع مدرجات. وفي هذا الإطار أؤكد لكم على أن المصالح المختصة والأقسام التربوية على مستوى كليتنا قد أخذت كل التدابير اللازمة لبدء سنة جامعية 2014-2015 في ظروف حسنة. جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب هي مركب جامعي وطني بمواصفات دولية وإنجاز يعكس اهتمام الدولة بمجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار في عالم التكنولوجيا. وفي مجال التعليم أيضا لكن في شقه الأساسي والثانوي، عرفت العاصمة الاقتصادية نواريب زيادة في عدد مؤسسات التعليم الخصوصي بشقيه الابتدائي والثانوي، ومنذ سنوات تنامى عدد المدارس الخصوصية في كبريات مدن البلاد واستقطب عددا كبيرا من الطلاب. شهد التعليم الحر على مستوى مدينة نواريب خلال السنوات الأخيرة انتشارا ملحوظا على المستويين الابتدائي والثانوي، وقد بلغ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة 57 مؤسسة بين التعليمين الأساسي والإعدادي يومها أزيد من 10,000 تلميذ وتلميذة. ويتولى التدريس في هذه المؤسسات 467 مدرسا بين معلم وأستاذ،
ويلعب التعليم الحر على المستوى الجهوي دورا مكملا ضمن المنظومة التربوية الوطنية وفق المشرفين على العملية التعليمية الذين يتحدثون عن معايير تربوية وفنية روعية من أجل قيام هذا التعليم الخصوصي بدوره التدريسي. مدارس المرخصة تلزم بتقرير بإعداد تقرير افتتاح مفصل عن وضعيتها كاملة وحالة الإدارة، معناها عن الإدارة الجهوية تعتبر التعليم الخصوصي جزء من التعليم، لأن التعليم النظامي ينقسم إلى قسمين، قسم تعليم نظامي عمومي وتعليم نظامي خصوصي. والرسالة المختصرة اللي دائما تؤكد على المسؤولين التعليم الخصوصي على نراهم المدرسة الخصوصية هي والمدرسة العمومية تسيران جنبا إلى جنب، نفس المضامين نفس البرامج نفس التوقيت. قد نحصر الفارق ما بين المدرسة النظامية والمدرسة الخصوصية مسألة واحدة، هو أن المدرسة الخصوصية تأخذ تعويض مادي مقابل خدمة تربوية فقط، أما غير ذلك يجب أن يكون هناك تطابق في المناهج وفي التوقيت وفي كل شيء. وتؤكد منسقية التعليم الحر على مستوى المذيبو أهمية الدور الذي تطلع به في المنظومة التعليمية على الرغم من طابعه التجاري، مطالبة بإزالة جملة من التحديات الملحة ضمانا لتساوي الفرص مع التعليم النظامي. لمنظومة إدارة التعليم الحر على مستوى المذيبو قائمة بدور كبير جدا، لأنها رافعة أساسية ومكون أساسي جزء من عملية تربوية. بالنسبة للتعليم الحر يراعوا فعلا الناحية هو تعليم حر تجاري، تعليم مقابل مثلا رواتب معينه، لان هو ما فيه دعم مثلا لتقريب مادي من طرف جهات امميه وجهات خاصه ومبادرات فرديه، معناها ان تراعي اساسا الذي يتغطي بحاجته هو يحتاج لتكوين التربوي في ميدان التعطيه تعطيه للمعلمين، تكون مستمر للمعلمين والاساتذه، الارتباط الميداني بالاقسام، كيف نتعامل مع الاقسام، كيف نتعامل مع التلاميذ، التقنيات التربويه الحديثه. وهكذا يعد التعليم الخصوصي على مستوى العاصمة الاقتصادية رافدا أساسيا ضمن المنظومة التربوية الوطنية، الأمر الذي يبوئ للعب دور متزايد في ظل التمدد العمراني والديمغرافي الذي تشهده هذه المدينة وما تفرضه متطلبات سوق العمل لمخرجات العملية التربوية في ظل تحول المذيب لمنطقة حرة. توجت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي مسابقة القراء بحفل تضمن توزيع جوائز على القراء المتفوقين. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. هي المنافسة الشريفة أو لا تكون سباق إلى الدرجات العليا في حفظ وتجويد الذكر الحكيم، شارك فيه العدد المعتبر من حفاظ القرآن الكريم، منافسة أطرتها وأشرفت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين. خلال أشهر تم الإعداد لهذه المسابقة، وشارك في اختيار القراء وامتحان المتسابقين جمع من الشيوخ الحفاظ وكبار المجودين، لتتمخض المسابقة عن تتويج عميد للقراء الموريتانيين واختيار الحائز على المرتبة الثانية والثالثة في السعي من قطاع الشؤون الإسلامية على تذمين وتشجيع الانشغال والتميز في مجال حفظ وتجويد كتاب الله. وتندرج هذه المسابقة ضمن الأنشطة التي تنفذها الرابطة برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي باعتبارها جزءا من العمل الإسلامي المهم والمتواصل الذي يربط حاضرنا بماضينا المشرقي ويجدد وفاء أجيالنا لأسلافهم الأعلام الذين نشروا الإسلام وتحركوا سفراء له على أطراف البسيطة. وفي الأخير لا يفوتني إلا أن نشكر رابطة العلماء الموريتانيين وكل مساهم في هذا العمل الإسلامي الجبار، كما نشكر الطلاب الذين شاركوا وبذلوا جهودهم في حفظ كتاب الله العزيز ومعرفة علومه ليتأهل منهم اليوم الفائز الأول والحامل للقب عميد قراء موريتانيا، وأوصيه وكل الطلاب بتجسيد ثقافتهم ومعارفهم سلوكا ملموسا يبعدهم عن التطرف والغلو والانحراف ويجعلهم خير خلف لخير سلف. حفل توزيع الجوائز التي شملت الفائزين الثلاثة وأصغر متسابقين مع تشجيع بعض المشاركين من المعوقين ومن النساء أيضا كان فرصة لرابطة العلماء الموريتانيين لتثمن المساهمين في هذا الإنجاز. تقدموا بالشكر الجزيل، راجين لهم الأجر والخير والبركة إن شاء الله، ونرجو أيضا أن يكون هذا بداية أعمال
كما أرجو للناجح المسني والناجح الأصغر أن يكونوا محل عناية، كما أضيف إليهم المعوقة التي ستستفيد من هذه أيضا المسابقة. شارك في تسليم الجوائز الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية وكالة، والأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين، ونائب رئيس الجمعية الوطنية، وممثل عن المجموعة الحضرية، فضلا عن شخصية أخرى بارزة. نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات مساء أمس أمام مقرها وسط العاصمة نواكشوط وقفة تضامنية مع الزميل إسحاق قولي المختار الذي فقد منذ أكثر من سنة أثناء مزاولة مهامه كصحفي مراسل لقناة سكاي نيوز. يأتي تنظيم هذا النشاط التضامني مع الزميل إسحاق. وبهذه المناسبة دعت رئيسة شبكة الصحفيات السيدة مريم تمود إلى توحيد الجهود لإعادة الزميل إسحاق إلى ذويه ووطنه سالما. حضر الوقفة عدد من الصحفيين وبعض أعضاء اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق لمبادرات التضامن مع الزميل إسحاق وللمختار، بالإضافة إلى أفراد من عائلته. رئيسة شبكة الصحفيات الموريتانية السيدة مريم تمود دعت بالمناسبة السلطات العمومية والمجتمع بكافة أطيافه إلى تبني قضية إسحاق حتى يعود إلى وطنه سليما معافى. نحن في شبكة الصحفيات الموريتانيات بما أننا أمهات وأخوات نحس أكثر بما تحس به أم إسحاق وأخوات إسحاق، ونجدها فرصة سانحة في إطار الأسبوع الوطني لمتابعة قضية إسحاق أن نوجه نداء لكل الفاعلين، لرئيس الدولة محمد بن عبد العزيز، لكل الفاعلين، للأحزاب السياسية، للمنظمات المجتمع المدني، للصحفيين الدوليين، للقنوات الدولية، لكل من له يد أو من يستطيع بكلمة أو بفعل أن يزحزح هذه القضية وأن يساهم في إعادة إسحاق إلى أهله. نفذ تنظيم الدولة الإسلامية مساء الاثنين تفجيرين انتحاريين في شمال عين العرب كوباني بالكردية بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد شن غارات جوية على وسط المدينة، فيما سمحت أنقرة بمرور مقاتلين أكراد عراقيين عبر أراضيها للوصول إلى مدينة كوباني. في العراق قتل عشرات الأشخاص اليوم وجرح آخرون في تفجيرات استهدفت وسط العاصمة بغداد، كما قتل 30 على الأقل وجرح العشرات في تفجير 5 سيارات مفخخة استهدفت مطعما شعبيا ونقطة تفتيش وسط كربلاء. من جهة أخرى نقلت مصادر صحفية أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أعلنوا سيطرتهم مجددا على بلدات في محيط ناحية قرة تبة شمال شرقي محافظة ديالى العراقية وسط معارك عنيفة تدور مع قوات البشمركة. وفي اليمن أكدت مصادر محلية بمدينة رداع وسط اليمن أن 53 مسلحا من جماعة الحوثي قتلوا اليوم، وقد قتل 30 من جماعة الحوثي في اشتباكات مع القبائل في منطقتي المناسح، في حين قتل 23 آخرون في انفجار عبوات ناسفة زرعها مقاتل تنظيم القاعدة بالمدينة نفسها. الآن نصل إلى جديد الرياضة مع الزميل محمد والطلحة لأول مرة. شكرا زميلي سليم محمد. الموجز الرياضي ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. خسر المنتخب الوطني للناشئين أقل من 17 سنة أهرى اليوم خلال المباراة الافتتاحية الأولى لبطولة كأس العربي للناشئين المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة. خسارة المنتخب الوطني جاءت بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أمام نظيره المنتخب الجيبوتي. المنتخب الجيبوتي افتتح التسجيل قبل أن يعود المنتخب الوطني إلى أجواء المباراة بعد تمكنه من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم محمد فالورسيد أحمد. ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى تمكن المنتخب الجيبوتي من العودة إلى التقدم عبر تسجيله الهدف الثاني في المباراة عن طريق مهاجمه أحمد موسى بعد خطأ من حارس مرمى المنتخب الوطني. بعد ذلك عزز اللاعب نفسه تقدم المنتخب الجيبوتي بهدف ثالث قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني فاجأ المنتخب الجيبوتي نظيره الوطني بهدف رابع بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة، لكن المنتخب الوطني أفلح في التغلب على أخطاء الشوط الأول محاولا العودة إلى المباراة من خلال تسجيله لهدفين ثمينين سجل أحدهما من ركلة ثابتة اللاعب محمد فالورسيد أحمد، والثاني من عملية فردية محكمة من قائد الفريق محمد العبد الرحمن.
ويلتقي المنتخب الوطني في لقائه الثاني مع منتخب البلد المضيف قطر، ويحتاج للفوز على قطر وفوز قطر على جيبوتي أو تعادلهما في اللقاء الأخير ليدخل حسابات التأهل للدور نصف النهائي. قائد الفريق محمد عبد الرحمن قال بعد المباراة بأن اللقاء كان قويا والخسارة تمت بعد حدوث أخطاء دفاعية وأخرى تكتيكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبنا مباراة ضد منتخب جيبوتي، مباراة كانت قوية على المستوى الفني، مستوى التكتيكي، مستوى اللياقي. لعبنا مباراة جميلة في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني مشاكل بالدفاع، مشاكل تكتيكية، مش انضباط تكتيكي تام، لكن الحمد لله فعلنا أنا في الماكسيموم الحمد لله دينو بار فوالا قدر الله ما شاء فعل. دائما بعد المباراة نعملوا حماة، نتابع بعد المباراة نجرو ونفي لي تيغما سافا ونفي تو سا. نظم نادي تفرغ الزينة صباح اليوم بمقر البلدية مؤتمرا صحفيا قدم من خلاله لاعبيه الجدد، إضافة إلى المدرب الفرنسي الجديد للنادي الذي سيشرف على الإدارة الفنية للفريق خلال الموسم القادم. الزميل عبد اللحمين السالم حضر وقائع المؤتمر وأعد عنه التقرير التالي. وسط قاعات الاجتماعات بمبنى بلدية تبرغ زينة، عقد النادي التابع للبلدية مؤتمرا صحفيا قدم خلاله القائمون على النادي الأسماء الجديدة التي ضمتها تشكيلة النادي المقرر أن يخوض بها غمار الدوري الوطني الخاص بأندية القسم الأول في موسمه القادم، إضافة إلى تقديم مدربه الجديد الفرنسي إنريك. نختار نأكد مواكبة البلدية كامل اللي كانت تخص به النادي، ونختار يفهم على أنه يدخل في إطار المصلحة العامة للرياضة في موريتانيا وتنمية الرياضة في موريتانيا وترقيتها، لأنها إحنا على مستوى البلدية نراوع لأنها دور كل موريتانيا، دور المنتخبين بشكل خاص، دور الدولة طبعاً، دور المؤطرين الرياضيين، دور الشباب، دور الفاعلين كاملين الاقتصاديين والاجتماعيين. الرئيس المنتدب لفريق تفرغ زينة أكد على أن الهدف من الانتدابات الجديدة هو حصد الألقاب وإعادة النادي إلى سكة الانتصارات. اليوم اللي انت لحد يخرص الفريق اللي عندنا واللاعبين اللي عندنا، عندنا الشبه اللي مشبور اليوم موريتان، وذو العامين اللي خلقنا فيهم ذاك شاكنا تفسيرنا احنا لهم لعلن فيه تجديد، احنا مودي التكوين مهم عندنا فيه تجديد، وذيك لا ترانزيسيون قاعدين احنا نعدلناها فيما بين تجديد اللاعبين اللي لهم شيء وذو اللي جدد عندنا، ذاك نعتمدوا على الشباب ومعاها لاعبين عندهم تجربة لباس بها، هذا هو اللي وسانا قايلين احنا على العام على البابي على التواغط، احنا ما اون با انسيلتي لافينير غير قايلين على نافيك ديفيكتيف كونا لا ينسير فور دو لي كومبيتيسيون. بدوره اوضح الفرنسي انريك المدرب الجديد لنادي تفرغ زينة انه سعيد بعودته الى النادي بعد ان تمكن من اجراء تجربه ناجحه معه مع بدايه انطلاقته في العام 2005، مشيرا الى انه سيبذل كل الجهد في سبيل الدفع بالفريق الى واجهه كره القدم الموريتانيه والإفريقية بشكل عام. وخلال المؤتمر الصحفي تم تقديم الردود الوافية على مختلف تساؤلات الصحافة الرياضية التي حضرت وقائع هذا المؤتمر. نهاية هذا العرض الرياضي، عودة إلى الزميل سيدي محمد. شكرا لك زميلي والطلحة، إلى هنا نأتي وإياكم على نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. انطلاق عمل لجنة التنسيق الخاصة ببرنامج دعم البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية. العاصمة نواكشوط تحتضن الانطلاقة الفعلية لسلسلة ورشات حول الخطة الخمسية لحظيرة حوض أرجين 2014-2015. جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب تحتفي بالعام الدراسي الجديد تزامنا مع ربط المركب الجامعي بالطرق المعبدة وخدمات الماء والكهرباء. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.